السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا منذ بداية برنامج أرض السواد إحنا كان عندنا عهد للفلاح العراقي، للمواطن العراقي، لكل المشاهدين، أنه لما تكون حالة سلبية بأي وزارة بأي جهة حكومية راح نتكلم عليها وننتقدها، وأيضا إذا أكو حالة إيجابية راح نتحدث بها ونتمنى الاستمرار عليها وتعميمها. طبعا بآخر تقريبا شهر أو 20 يوم بالتحديد حقيقة هناك كانت تحركات وزارية وبالتحديد وزارة الزراعة على دعم الفلاحين بقرارات مهمة جدا، فهذا الشيء حقيقة إيجابي، هذا الشيء اليوم احنا نفتخر به، اليوم راح ندعمه نتكلم عليه، نتمنى انه الاستمرارية بهذا المنهج وبهذا النهج. لما اسمع اليوم مثلا فكرة البطاقة الذكية للمزارع العراقي حقيقة شيء نفتخر به، اليوم لما ضمان حقوق الفلاح، ضمان اليوم تعبه وعمله، إيصال أمواله ومستحقاته بسهولة، هذا أيضا الشيء نمدح به. طيب اليوم كلامنا وحلقتنا حتكون حول تحركات وزارة الزراعة والجهات الساندة لهذه الوزارة من أجل اليوم الدعم المستمر للفلاح العراقي. راح نناقش كل هذه المواضيع مع الدكتور اياد البولاني مدير مشروع البطاقه الالكترونيه للمزارع. اهلا وسهلا بك دكتور. شكرا لكم وشكرا لقناه الايام على هذه الاستضافه، وحقيقه حينما تشعر بان الاعلام يسلط الضوء على المواقع والمجالات الايجابيه تشعر ان هناك اعلام داعم وساند، خصوصا في مثل ما تفضلت حضرتك للاماكن اللي بها ضوء ونقطة ضوء وخلينا نقول بشارة لأهلنا وناسنا في القطاع الزراعي. نعم دكتور، قبل ما ندخل بموضوعنا بموضوع ما شاء الله يعني احنا نفتخر لما تجي حضرتك تتحدث لنا عن هذا الموضوع، البطاقة الإلكترونية والبطاقة الذكية للفلاح العراقي، أريد أدخل بموضوع مهم، أنه بالأيام الماضية هناك قرارات كثيرة بموضوع دعم الفلاح العراقي. يعني هل اليوم الوزارة بعد اليوم تسنم الوزير الجديد هذه المسؤولية والمهمة الصعبة، أكو توجه حقيقي أنتم كوزارة الزراعة والجهات الداعمة لكم بموضوع دعم الفلاح العراقي؟ ما يتعلق بالقطاع الزراعي كقطاع رئيسي بالاقتصاد العراقي يعتمد على عدة ركائز. الركيزة الأولى حينما يكون رئيس الحكومة ابن هذا القطاع، السيد رئيس مجلس الوزراء هو مهندس زراعي وعمل في مجال الزراعة ويعرف شنو معاناة القطاع الزراعي ومعاناة المزارع. الأمر الآخر جناب المعالي وزير الزراعة كان فعال في مسألة ماذا يحتاج مزارعنا في هذه المرحلة الاستثنائية، خصوصا وأنه استوزر في فترة وضع الخطة الشتوية. نعم. وتعرف أنه أكو محددات مثل محددات المياه. صحيح. يحتاج يعني بالنسبة لك توفر ما يحتاج المزارع من كميات من المياه، وهذا متعلق بوزارة الموارد المائية، ولكن وزارة الزراعة تضع خطة. في المنهاج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء أفرد فقرة خاصة لموضوع الزراعة والموارد المائية، وأعطى أولوياته في مجال دعم القطاع الزراعي وجعله رافد من روافد القطاعات. نعم. الاقتصادية. وزير الزراعة في الفترة اللي استلم تزامنت مع مثل ما قلت لك مع الخطة الزراعية، ايش حتم عليه؟ حتم عليه أن يستعد لما يحتاجه المزارع العراقي. المزارع العراقي لديه استحقاقات سنوات سابقة لبذور مسلم جهز، يحتاج إلى سماد، يحتاج كذا، الكل يعلم أنه مقدمات أي فعالية أو أي نشاط إذا كانت صحيحة مخرجاتها راح تكون صحيحة، وبالتالي حينما تجد أنه أعلى سلطة اللي هي السيد رئيس مجلس الوزراء يتحرك باتجاه دعم القطاع ودعم المزارع، ويأتي معالي وزير الزراعة بنفس الدعم، راح تكون الحصيلة أنه ترى انه هذا القطاع يعني ماشي بالاتجاه السليم. تتفق وياي انه تقريبا اخر سنتين الفلاح حقيقة كان غاضب على وزاره الزراعه، على كل الجهات المختصه بهذا الموضوع. هل ممكن تتحسن الصوره بالايام المقبله؟ هو يعني اكو امور يعني يكون احنا ناخذها بموضوعيه. الامر الاول وزاره الزراعه في خططها في كل سنه وفي كل موازنه تضع خطة لدعم المزارع بالبذور، السماد، المبيد،
اللقاح نعم والقروض ان توفرت بها المجال هذا. تضع هذه الخطة، هناك موازنات الحكومة العراقية تضع موازنة لكل القطاعات ولكل الوزارات، مقدار ما يجيك من الموازنة تعكسه أنت على اللي تحدثت به الآن. نعم. المزارع العراقي مثلا، أعطيك مثال، وزارة الزراعة تجهز المزارع العراقي بالبذور والسماد في فترة الزراعة صحيح، وتدعمه في سعر بعد أن يصادق مجلس الوزراء على سعر الحنطة أو الرز عند الاستلام. نعم. فصار دعم بالمدخلات ودعم بالمخرجات. مشكلتنا وين؟ مزارعنا احنا ندعمه. نعم. وين يسلم الناتج النهائي؟ الى وزارة التجارة. فالمستحقات للمحاصيل الاستراتيجية. نعم. اللي هي الأساسية الحنطة والرز هي من وزارة التجارة. اذا انتفت مسؤوليتك كوزارة بمستحقات المزارع، ليش؟ لان جهة الطلب هي وزارة التجارة. اكو علاقات معانا فيما يتعلق مثلا بمحصول الذره صح اللي صارت بالاخير ما بين النهرين مع الوزير تحرك وبال يعني قبل لا ياتي ومن اجى شكو مستحقات سابقه مع ما موجوده ضمنت ضمن قانون الامن الطارئ اللي نعم. هو كان لوزاره الزراعه 700 مليار صحيح، ضمنت مستحقات المزارعين فيما يتعلق بقطاع الزراعه يعني ممتاز. اللي مسوقين ذره صفراء وكذا اتوقع 50% من مستحقاتهم اكثر قريباً. لانه هسه المتبقي راح يضمن بالموازنه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احبتي المشاهدين، عندنا يعني فيديو به معلومات كثيره عن القرارات الوزاريه الاخيره الداعمه للقطاع الزراعي، خلينا نشوف هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. دكتور ما شاء الله قرارات حلوه يعني وايجابيه جدا، انا حقيقه عندي تماس مباشر مع بعض الفلاحين متفائلين بهذه القرارات. هل انه بعض الناس يتكلمون انه مثلا لان الوزاره جديده فتكون هذه قرارات بعدين لا يتباطؤون يتراجعون، عندك احساس او عندك مؤشرات؟ هل اكيد مطلع على خطط انه هذا الدعم راح يبقى مستمر؟ موضوع انه مثلا تسليم المحصول مثلا الحنطه حيكون بسلاسه كبيره جدا وغيرها من هذه الامور. استبشر الفلاح لما زادت الخطه الزراعيه الشتويه مليون دونم، فاكو استمراريه للعمل الايجابي؟ احنا هسه حضرتك استعرضت بالفيديو والفيديو يوضح ما هي الخطوات، وهاي الخطوات يعني ليست انشائيه بل نعم. هي واقعيه. اجي انا الان قبل استزاره مع الوزير، هناك قانون الأمن الطارئ خصص للبذور للشعير والشلب والحنطة 150 مليار، وخصص لمستحقات المزارعين حدود 75 مليار. هذه المبالغ حتى تصير بها انسيابية، الجهة المعنية هي وزارة المالية صحيح. أنت بالنسبة لك أكو خطوات حينما تكون كل الأمور تحت سيطرتك، وأكو لا خطوات ما يتعلق بأنه تهيئ مستلزمات إنجاز معاملة المزارع، ويبقى حينما ترفدك وزارة المالية طبعا. بالأموال اللازمة أنت تسدد.
معالي الوزير سوى سرع من هذا الإجراء سرع، وبالتالي شنو يعني هي الفلوس بالأصل مرصودة، بس يعني شنو أكو تباطؤ بموضوع التخصيص، تحتاج موافقات كذا، صار تسريع. عندنا بعد شيء آخر، وهو أنه أنت حينما تشعر بأن هناك حاجة ملحة موجودة بالواقع، الآن المزارع العراقي في هذا العام وصل إنتاجنا بالذرة الصفراء ما يقارب من 700 إلى 950 ألف طن. ألف طن. نعم. إحنا بالنسبة إن ما مرصود إن كمبالغ 130 مليار. من تجي تشتري الحاصل تشوف نفسك أنت ما تغطي، ما تستوعب كل المعروض، كل المعروض. نعم. معالي الوزير ذهب إلى رأس الوزراء وأتى بقرار، القرار هو تخصيص 250 مليار إضافية لاستيعاب أكثر من 500 ألف طن، وبالتالي أنت استوعبت كل حاصل المزارع. ممتاز. دعم السيد رئيس الوزراء لاستيعاب كل الإنتاج يحفز مزارعنا على أنه السنة القادمة راح يكون إنتاج أعلى. ليش؟ لأنه من تجد أنه محصولك وإنتاجك تم استيعابه من قبل الحكومة، فهذا التحرك اللي نقول حينما تنسجم إرادة رئيس الوزراء مع إرادة الحكومة مع ما يشعر به الفلاح من ارتياح، راح يكون النتيجة بالاتجاه اللي تخدم القطاع الزراعي. الأمر المهم أنه حينما يكون إنتاجك بهالمستوى راح تخفف عليك شنو؟ مسألة الاستيراد. نعم. احنا كل سنة لأن دائما برنامجنا يزور مثلا مشروع للدواجن. نعم. يقول لك احنا الذرة الصفراء نستوردها من فلان من فلان. نعم. من فلان. اذا انت موجود هاي الكمية بعد تخلص من الموضوع. انت يا موضوع خف عليك انه حينما تكون انت تغطي الحاجة الاساسية لمشاريع الدواجن ولمشاريع الثروة الحيوانية كابقار وكجاموس كعلف. نعم. راح يقل الاستيراد، وبالتالي انت بالنسبة لك خفف عملة صعبة ما خرجت، مزارعك مرتاح كل حاصل استوعبته. صحيح. ابو الدواجن مرتاح لانه العلف باسعار مدعومه، وتعرف انت يعني من تستلم الوزاره راح باسعار. نعم. حتى انه السيد رئيس مجلس الوزراء حينما خصص المبلغ يعني فصله بالتفصيل انه كذا يروح للمربين وكذا يروح للشركات اللي هي تستلم العرانيس، وبالتالي كخطوات استباقيه للمحصول. وتدري احنا يعني اجواء شتاء احتمال اذا ما استلم الحاصل راح يصير تلف، وبالتالي يعني يمكن تصير رد فعل استوعبوها بفضل الله عز وجل، والان بالاتجاه الصحيح. موضوع الاسمده كذلك هناك دعم وهناك تخصيص اضافي لاستلام كميات اضافيه وشراء كميات اضافيه، خصصها السيد رئيس مجلس الوزراء بعد ان طلب السيد الوزير. نعم. هذه الكميات الان حتى بالخطه الزراعيه صار يعني خلينا نقول ضغط باتجاه توسيع المساحة المزروعة، حتى أنه الأرقام يمكن قدام الآن. نعم. الخطة الآن وصلنا إلى يعني فقط الحنطة مجموع يعني المساحة عبرت 10 مليون. عشرة مليون دونم. ليش؟ لأنه هاي أحكي لك كل طرق الري المستخدمة، أنهار آبار مضمونة، مجموعة كلها شبه مضمونة. نعم. بهالمجال ما يتعلق بالشعير أكثر من 1.5 مليون، ما يتعلق بالخضر بحدود 250 ألف أكثر. ممتاز. فمجموع الخطة الزراعية للشتوي بحنطة مع شعير مع خضر كلها بمختلف طرق الإرواء، يعني خاطر يصير يعني شوية تركيز توصل لي توصل. أنه إحنا عندنا مرة أنا أروي على طريق الأنهار، ومرة أروي عن طريق الأوبار، ومرة عندي مساحات مضمونة أو شبه مضمونة. نعم. أو غير مضمونة الأمطار، ومرة لا أعتمد على السيح الغير منتظم. من نجمعهن كلهن باتجاه الحنطة نجده أنه يتجاوز 10 مليون. رقم جيد. بالشعير يتجاوز 1.6 مليون. نعم. بالخضروات يتجاوز 260 ألف دونم. نجمعهن كلهن يطلع الحاصل أكثر من 12 مليون على الخطة الشتوية. يعني اليوم إحنا نعيش رقم، يعني للأسف أكو البعض يعني يبدأ يتصيد بالماء العكر أنه يوصل معلومة أنه هذا الموسم هو أسوأ موسم زراعي وغيره وغيره، يعني حتى المواطن ممكن يرتعب من هيك أخبار، لأن يعني حيكون اعتمادنا فقط على الاستيراد، وهذه أرقام جيدة يعني. هذا اللي أمامي أرقام، هاي أرقام وزارة الزراعة الأخوة في الخطة الزراعية، وكل موسم إحنا عندنا خطة شتوية، خطة
صيفية، اللي يعزز هذا الكلام أنه الوزارة ما زالت تدعم المدخلات وتدعم المخرجات، يعني تدعم سماد بذور مبيد، وكذلك الحاصل النهائي أنه تستلم ممتاز. الحكومة منك الحنطة والروز والذرة بأسعار يعني ممتاز. طبعا أحبة المشاهدين، بما أنه فتحنا موضوع مهم جدا هو موضوع مثلا الأسمدة، كان هناك تصريح لوزير الزراعة حول هذا الموضوع اللي حقيقة بيه بشارة كبيرة جدا للفلاح العراقي. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. يعني احنا للأسف الفلاحين والمزارعين بالسنوات الماضية كان نتيجة اولا عدم وجود موازنة، نتيجة عدم انسجام الوجه الحكومي من خلال مجلس النواب والحكومة والتناكف الحاصل، هذا انعكس بالتأكيد على الخطة الزراعية. نعم. انعكس بشكل واضح، التخصيصات المالية كانت ضعيفة، تأخر وتشكيل الحكومات أسهم بشكل كبير في تعطيل جزء كبير من الدعم للقطاع الزراعي. لذلك احنا اليوم خلال الفترة القليلة الشهر الماضي استصدرنا العديد من القرارات اللي تحاول نعالج هذه المشاكل المالية. فإيش المشاكل؟ غالبا هي الدعم المالي، وتوفير الأسمدة، توفير الأسمدة من الدعم من اليوريا، زدنا هاي الكميات. يعني الآن وجهنا الدعم بالنسبة للسماد الداب 50% ولليوريا 50% نسبة الدعم، زيادة دعم مالي 50% بالنسبة للمبلغ، وزيادة كميات للأراضي وللبذور زدناها نسبة الدعم إلى 70%. طبعا هذه الزيادة كانت بجنبتين، جنب زيادة كمية وزيادة الدعم المالي. يعني احنا اليوم طن السماد الداب يكلف الحكومة العراقية 1,600,000 دينار، هذا من وزارة الصناعة شاري مو من التجار. نعم. نعم. من وزارة الصناعة نشتري الطن ب 1,600,000 نبيعه ب 920,000 دينار، يعني حوالي 700,000 دينار دعم هذا للفلاح. أما السوق، لو الفلاح الآن يشترون من السوق السوداء نتيجة تأخرنا، أكو كان قبل فترة مؤشرات على وجود نسبة إشعاع عالية كان وصل إلى 2,000,000 دينار، يعني بين 2,000,000 و900,000 مبلغ كبير جدا هو هذا الدعم الحكومي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور أياد، يعني قرارات جيدة، ولكن بإحدى رحلاتنا يعني الماضية اللي كانت في يعني دائما نروح إلى ديالة ومحافظات أخرى واسط وغيرها، دائما الفلاح أول كلمة عنده موضوع السماد وأسعار السماد. هل يعني كيف لازم الدولة اليوم تزيد دعم أكثر من 700,000 على هالموضوع، أو شنو الحل؟ موضوع مدخلات القطاع الزراعي اللي هي يعني خلينا نقول أولى الأولويات للمزارع أن توفر له السماد والبذور في وقت الحاجة. اعتاد الفلاح العراقي والمزارع العراقي على أن الحكومة توفر له. صح. طبعا في كل الدول يعني أحيانا ما يلتفت المزارع أو الفلاح إلى أنه ينتظر واحد يجيب له سماد يجيب له بذور، يبحث عن السماد الجيد والبذور الجيدة ويمارس عمليات يعني بنفسه. اللي يصير بالقطاع الزراعي انه انت مرات مثل ما طرق مع الوزير الى انه التخصيص المالي، انا بالنسبه لي ليس الشركه اللي انا مؤسسه حكوميه. صحيح. وزاره تجيها تخصيص مالي شراء سماد بدعم هالقد، تروح تنفذ تعلن عقد. الان اجى توجيه انه يصير التعاقد مع وزاره الصناعه، اذا من الجهه المعنيه؟ وزاره الصناعه بتجهيزي بالسماد، وزاره الصناعه. نعم. تاخرها، عدم وصول السماد، كذا، هذا الموضوع شنو؟ يعني لا تتحمل وزرة الجهة المستفيدة. نعم. اللي نعم. هي كقطاع زراعة أو المرتبط بالقطاع الزراعي اللي هو المزارع. مسألة السماد ووصوله في أوقاته يعتمد على أمرين. الأمر الأول مدى توفر التخصيصات المالية. أنت في كل الحالات سواء القطاع الخاص جابه، سواء وزارة الزراعة، سواء وزارة المالية، أنت تحتاج الأموال حتى توفر المادة الأولية اللي عن طريقها يتم الأمر الآخر الوقت المحدد، وقت الإيصال. أحيانا مثلا أنت موسمك يبدأ 1/10 لنفرض، وأنت بالنسبة إليك يوم 15/9 1/9 10 لازم. المهم يعني كن أنت مجهز حتى مع بداية الموسم، أنت مهيئ بالمخازن وكل مزارع يعرف استحقاقه وكذا. أحيانا تعثر الأمرين الأوليين اللي عدم توفر الأموال وعدم إنهاء
العقد هذا شيء يخليه ينعكس على اليمن على الخطة، ينعكس على المزارع، وبالتالي وين ينعكس على الانتاج، لأنه أنت إذا ما كنا هسه نعرف أنه أكو موعد محدد للسماء باللهجة العامية توقع براسك بالضبط. شيء يصير انعكاسه، يصير انعكاسه على اليمن على الجهة الراعية. هسه الآن أنت شفت مثلا الآن مثلا لنفرض هسه البذور، دعم البذور 70%، يعني لو كان سعر طن البذور مليون 300 انت ب 300,000، فايش قد داعم الحكومه؟ هذا كله تعكس على الكميه. الان احنا على كل المستويات مثل ما طرق مع الوزير على مستوى ارتفاع الدعم، يعني من 40 50 الى 70%، نعم، وكذلك زياده المبالغ المخصصه للدعم، يعني صار مسارين، اولا وسعت الكميه بالدعم، صحيح، بعد الفلاح مترهي ووسعت مستوى الدعم، فصار مسارين. شبقى يبقى الان مسؤوليه مديريات الزراعه والشعب الزراعيه هو ايصالها لمن لمستحقينها في وقتها المحدد، باعتبار انت اديت ما عليك، فعلى الجهات ذات العلاقه، شركه الاجهزة الزراعيه، مديريات الزراعه والشعب الزراعيه، جدول لمزارعينا بحيث يستلم كل مستحقاته في وقتها. من توصل في وقتها انت بالنسبة لك يعتبر المزارع خلينا نقول مرتاح، ليش؟ لانه وفرت له احتياجاته في الوقت الحاجة له. ممتاز. طبعا كل التحية والشكر لان نطتنا من وقتك، نطتنا معلومات كبيرة جدا عن موضوع الدعم الزراعة وغيرها من هذا الموضوع. ادخل باختصاصك الرئيسي وبمشروعك، أنا أعتبره مشروع يعني رائد اليوم، يعني مشروع البطاقة الإلكترونية للفلاح، الفد نبذ عنه حتى اليوم المشاهد أيضا يعرف هذا الموضوع. مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع، إحنا بصراحة المشروع هو بفضل الله عز وجل هو جهد شخصي بدأ في نهاية عام 2016-17 حينما كنت في بين الماجستير والدكتوراه، وأنا ابن القطاع وابن الوزارة، نعم، حينما تبحث عن تخطيط لقطاع مهمة للقطاع الزراعي عليك أن تجد بيانات واقعية عن القطاع الزراعي. إحصاء الزراعي منذ 20 عام ماكو أي إحصاء زراعي. البيانات اللي عندك فيما يتعلق بالإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، المشاريع التكميلية بالقطاع الزراعي لم تكن حاضرة، وإذا موجودة مو دقيقة، بين المبتورة والمضللة وغير المتيسرة كمشكلة باعتباري دكتور وبالاقتصاد، ونسعى إلى أن نخطط تخطيط أمثل حال الدول اللي، صحيح، اللي حينما تكون لديك بيانات واقعية ودقيقة حاضرة تخطيطك راح يكون تنبؤك صحيح. نعم. فالفكرة نمت، بديت أسس لشيء، شاركت في مؤتمر الإصلاح الاقتصادي بالعراق وفي زمن دكتور حيدر العبادي، نعم، سيد رئيس الوزراء الأسبق، وحضر المستشار الاقتصادي دكتور مظهر، ومن بين 70 بحث عراقي في مختلف المجالات اختير موضوعي ومشروعي، وجاء كتاب إلى وزارة الزراعة بأن السيد رئيس مجلس الوزراء تبنى مشروع الدكتور. ممتاز. وعليكم أن تقطعوا الخطوات. احنا صارنا تقريبا 4 سنوات في تنضيج المشروع. المشروع ماشي بمسارين، مسار أنه أنت سيكون لكل مزارع ومستثمر بالقطاع الزراعي وأي شخص عنده علاقة بالقطاع الزراعي عنده كارت خاص به، هويته متعلقة بالقطاع الزراعي، كل المعلومات اللي تخصه موجودة في وزارة الزراعة، يعني مثل أي موظف عنده هذه البطاقة. نعم. وبالمقابل كل مزارع ومستثمر سيكون له حساب مصرفي خاص به. ممتاز. سيضمن ما له من استحقاق للحكومة، وسيضمن للحكومة ما لها من استحقاقات لدى المزارع. نعم. كتجربة احنا بالنسبة ان هناك جهة ساندة رئيسية لوزارة الزراعة ووزارة التخطيط وبالذات الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة الزراعة هناك فريق فني بينها وبين وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء. احنا كملنا كل مستلزمات المشروع، الأخوة في وزارة التخطيط بالجهاز المركزي عدونا البرنامج الخاص بهذه الاستمارة، طبعا إدخال إلكتروني. مزارعنا الكل يعرف، الأعم الأغلب يعني الجزء يتعرض إلكترونيا ما عنده هذه الخبرة والكتاب، نعم، وكذا. فسوينا استمارة عدينا متعلق حياستك،
نوع الانتاج مالتك نباتي حيواني او مشاريع تكميليه، عنوانك، حسابك المصرفي، راح يصير عنده بالنسبه له ايش راح يضمن؟ راح يضمن انه اولا حيازته بيصير بها تصرف، دعمه راح يوصل له بشكل سلس الكتروني، لان بالنسبه له بعد كل معلوماته متيسره. يعني اكيد مثلا ما تجي اموال من الوزاره او من وزاره الماليه توصل له، تجي رساله على التليفون انه تم. يعني بالنسبه له بعد ان شاء الله ان نبدا ونشرع بالمشروع راح تكون ثماره واضحه، المزارع راح يشعر ان اكو ارتباط واكو هويه بالقطاع الزراعي. او القطاع الزراعي كمؤسسه، انت تعرف يعني وزاره الزراعه بعد ان انتقلت صلاحيات الاداريه والماليه لمديريات الزراعه وارتبطت بالمحافظة بمجالس المحافظات، صار بالنسبة لها كوزارة الجانب الفني، وزارتنا بالقانون خدمية إرشادية بحثية. صح. أنا بالنسبة لي الآن واجبي كوزارة الزراعة باتجاه القطاع الزراعي هو رسم السياسات، وضع الخطط، وضع البرامج، حتى بالنسبة لي أخطط تخطيط أمثل لكل السياسات، سياسة إنتاجية، سياسة تسويقية، استيرادية، نعم. تصديرية، تكون البيانات حاضرة قدامي لكل العراق. بالنسبة تكون التخطيط سوينا احنا كمدير مشروع وكإدارة مشروع، احنا نظامنا بالوزارة عندنا مركز الوزارة دائرة التخطيط والمتابعة. دائرة التخطيط والمتابعة اللي مشروع تابع لها، عندنا مديريات زراعة وعندنا شعب زراعية في المحافظات. في كل شعبة زراعية والمحافظات كمديريات مثلا حسب حجمها المحافظة بها مثلا 10 شعب زراعية، بها 12، بها 16 حسب الشعب الزراعية. في كل شعبة زراعية هناك وحدة بطاقة إلكترونية. نعم. هاي الوحدة البطاقة منو يراجعها؟ هذا مستحدث هذا القسم؟ ايه نعم. نعم. الوحدة البطاقة منو يراجعها؟ يراجعها شكو مزارع ومستثمر في هاي الرقعة الجغرافية. ولنفرض تاخذ لك أي قضاء، أي ناحية من نعم. من المزارع المستثمر في هذه الرقعة عنده علاقة تعاقدية، علاقة زراعية مع هذه الشعبة، يروح يدون معلوماته راح تكون له هناك بصمة وهوية خاصة به. الوحدة الزراعية مرتبطة بمن؟ بالمديرية. في المديرية هناك وحدة مركزية كل الشعب الزراعية تغذي المديرية بهاي المعلومات. هاي المعلومات صارت عندك، أو الشعبة عند كل ما يتعلق بمزارعين ومستثمرين في شعبته، نباتي حيواني مختلط، أو المديرية عنده كل ما يتعلق بكل المزارع مستثمرين في المحافظة، أو المديرية يدز لي كمركز وزارة دائرة التخطيط يدز للداتا المركزي. نعم. راح يصير عندك أنت كوزارة الزراعة راح يصير عندك معلومات كل المزارعين مال كل العراق. يعني مثلا في يوم من الأيام أن وزارة الزراعة تريد تمنع مثلا استيراد مثلا طماطم، نعم. نشوف احنا ايش قد انتاجنا. هل يكفي اليوم للشعب المواطن؟ عندنا فريق. نعم. فريق فني احنا وزارة التخطيط تنزل المعلومة نحللها تطلع جداول بالجدول. انا بالنسبة لي عندي انتاج وعندي حاجة. صحيح. ايش قد انتاجي من اي مادة وايش قد حاجتي؟ إذا الإنتاج فاق الحاجة فائض أسمح بالتصدير. بالتصدير ممكن. إذا الإنتاج أقل من الحاجة راح يصير عندي عجز، أفتح باب الاستيراد. نعم. بهاي الحالة تفعيل قانوني دعم المنتج ودعم المستهلك يكون حاضر قدامي. ليش؟ لأن مستند على بيانات. وهنا وصلنا لمرحلة تقنين الاستيراد. هاي الحالة أنا بالنسبة لي مزارعي انا اشوف انه محصول الطماطه غطى، فش سواني غطى الحاجه، بعد ليش افتح استيراد؟ نعم. اشوف صار عجز، شو وقت العجز وشو وقت افتح الاستيراد؟ نعم. صار توازن المستهلك ما ارتفعت عليه الاسعار، والمستورد من يجي يدخل باسعار يستطيع المستهلك ان، فدعمت الاثنين. نعم دكتور. طبعا حبيت المشاهدين حتى تكون يعني اليوم توصل المعلومه للفلاح وللمشاهدين اكبر واكثر، اكيد ما قصر الدكتور بطرح هذه المعلومات. كانت هناك ورشه عمل في محافظه واسط حول موضوع البطاقه، كانت هناك انه توصيات وموضوع انه يعرفون الفلاح، حتى بالحضور كانوا فلاحين ومزارعين حتى يعرفون موضوع البطاقه الالكترونيه او البطاقه الذكيه. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين.
رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا هذا الفيديو من إعلام وزارة الزراعة حول موضوع البطاقة الإلكترونية للفلاح العراقي. دكتور أياد، الآن ممكن السؤال اللي دائما نطرحه، يعني أكيد الخطة والفكرة رائعة، عمل تقريبا 6 سنوات أو أكثر، شيء كبير جدا، بدأ نلامس هذا إنجازات هذا المشروع. الآن ممكن السؤال يطرح، شو وقت تسلم هذه البطاقات؟ شو وقت تعمم 100%؟ احنا الآن في المنهاج الحكومي هناك أولويات لكل قطاع، سيد رئيس مجلس الوزراء على كل القطاعات الاقتصادية هناك مسارات حددها فيما يتعلق بالأتمتة والحوكمة ومعالجة الفساد الإداري والمالي، كلها دخلت بعنوان البطاقة. الآن المشروع أقر من أولى أولويات القطاع الزراعي، نعم، حدد 2 سنين لإنجازه، الفريق المكلف، الفريق الحكومي المكلف بمتابعة البرنامج الحكومي أقر بالإجماع على أنه لازم أن ينفذ هكذا مشروع في القطاع الزراعي. الآن وزارة الزراعة داعمة لأن يتم هذا المشروع، باعتبار وزارة الزراعة ساعية إلى أن تكون مؤسسة تعمل بالتخطيط الشامل للقطاع والتخطيط المنضبط تحت قاعدة بيانات واقعية ودقيقة، مثل ما هسه انت شفت مسؤولة الإحصاء أحد أخواتنا في الإحصاء أنه من 20 سنة إحنا كقطاع ما محدث البيانات، من 2001 ما محدث البيانات. خلال 2 سنين إحنا بالنسبة لنا لدينا 15 محافظة، نعم، راح يصير تقسيم إن شاء الله، نقسم جهدنا على 2 سنين. المزارع اللي يكمل استحقاقاته والشعب الزراعية والمديرية اللي تكمل استحقاقاتها كمديرية، مسار البيانات راح تكون في وزارة الزراعة كقاعدة بيانات، والآن أكو توجه في رئاسة الوزراء بالمركز الوطني للبيانات أنه هناك بيانات لكل الدوائر الحكومية. إيش تحتاج أنت من قاعدة بيانات كوزارة الزراعة كوزارة أخرى في المركز الوطني للبيانات؟ البيانات أنا أحتاجها بيمن حتى أرسم سياساتي خططي برامجي. بالمقابل مزارعنا إحنا بالنسبة لنا حددنا أقرب مصرف زراعي، أقرب مصرف زراعي، كل مزارع يفتح حساب مصرفي أقرب مصرف زراعي، سواء كان قريب على الناحية على القضاء هو يفتح له عن طريق البطاقة، هو مو يفتح حساب، نعم، يفتح حساب بالحساب المصرفي. أنا ضمنت له حيازته دعمه استحقاقاته كلها راح تتم عن طريق حصوله على هذه البطاقة. البطاقة اللي راح تصدر من المصرف هي بطاقة مالية، شو يضمن؟ يسوق، يستلم قرض، يعني حتى مثلا اذا اراد انه راح الى المكننه يريد فيه يشتري له فجرات زراعه على طريق بالنسبه هاي. له احنا مزارعنا يسوق الحنطه والرز الى التجاره، صحيح، يقترض من المصرف الزراعي اللي تابع لوزاره الماليه، يستلم بذور الرتب العليا للزراعه من شركه ما بين نهرين والشركه العراقيه، يشتري حاصده ساحبه مرشه للتجهيزات، نعم، يسلم الذرة الصفراء ما بين النهرين، فهاي نقول ايش راح يصير؟ راح يصير بالنسبة له حساب دائن ومدين، ما له من استحقاقات على الحكومة في مجمل هذا القطاع بالوزارة الخاصة بينا والوزارات الأخرى راح ينزل بحسابه بهاي البطاقة الواحدة. بعد شنو؟ بالنسبة إلى مال الحكومة بالهذا، يعني عنده قرض، أخذ قرض، نزل بحسابه، نعم، لأن المصرف الزراعي راح ينظم آلية التعامل للبطاقة. فش راح يضمن الفلاح؟ راح يضمن انه اذا اجى دعم سماد، بذور، مبيد، لقاح، اعلاف، انه اسمه موجود في قاعدة بيانات الشعبة والمديرية والوزارة، وبعد واستحقاق المالي موجود وين؟ بالمصرف. وبالتالي بالنسبة له هو حال اي وزارة. انا تجربتي قبل مصر، الان مصر صدر 7.5 مليون بطاقة. ليش؟ لانه اعلى سلطة بالجمهورية مصر، أنا قبل يعني ورشة قبل تقريبا أكثر من شهر في مصر، رئيس الجمهورية هو رئيس اللجنة العليا، والوزارات جندها باتجاه إنجاز هذا المشروع، بحيث هسه 7.5 مليون بطاقة فلاح صدرت، سووا استفادوا منها في تطبيق آخر وجعلوها بطاقة فلاح لاستحقاقاته، فضلا عن بطاقة صحية، ضمان صحي. يعني
يعني من خلال كلامك انه هذه البطاقه هي مو فقط علاقه اتصال بين الفلاح ووزاره الزراعه بل للحكومه كلها اي جهه كل جهه ذات علاقه بمزارعنا. المصرف الزراعي تابع للماليه، وزاره التجاره من يسوق الحبوب، بالزراعه شكو استحقاقات. فبالنسبه ليش راح نضمن؟ راح نضمن الروتين يخف، حلقات الزائده، فضلا عن انه بالنسبه لك تسيطر على انه تشعر انه الفلاح يشعر انه استحقاقه موجود. اضافه الى انه مراقبه حكوميه مستمره طبعا، لان حقيقه بعض الاتهام مو انه اتهم الفلاحين، يقول لك مثلا ياخذ قرض يروح يشتري بيه سياره او يشتري له بيت، فتكون انه دائما الحكومه انه انت بالنسبه لك حينما تكون متابع للفلاح بما فيه بالنسبه لك الان مستقبلا وضمن البطاقه مستقبلا الحيازه الزراعيه للمزارع حينما تحدد وجي اي اس عندنا موجود بالنسبه لك، هو يشعر الفلاح انه لا يمكن ان يتجاوز احد على حدود مساحته، لا يمكن ان يتغير عقده مستقبلا لا سامح الله، فش يضمن؟ يضمن انه لديه رقم للحيازه ورقم له خاص به وحساب خاص به. فبالنسبه فلاح مؤثمت خلينا نقول يعني بالنسبه لوين ما يروح يشوف انه بياناته جاهزه، وضعه جاهز، استحقاقه واصل له. نعم دكتور. طبعا احبه المشاهدين يعني الصراحه مثل ما قلنا لكم انه بالحلقات الميدانيه الماضيه امام الله يعني انه الله يكون شاهد عليه، اكو انه الفلاح اكو متفائل، يعني الفلاح كل تغيير وزاره او تغيير حكومه يتمنى، فاحنا ما نريد نوصل الى مرحله دائما التمني ويحبط بالاخير الفلاح العراقي. يا رب ان شاء الله هذا التفاؤل والامنيات تكون مستمره اليوم، انه كل ما دعمت الحكومه تزداد البهجه، البسمه، الانتاج الزراعي، ثقه الفلاح العراقي بالحكومه العراقيه. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. بحيره الرزازه نزلت المنسوب المياه مالها وصعدت نسبه الملوحه، سوت الاسماك يعني بكل انحاء البلد بالضبط. اكثر تاثرا المي هي مالها يعني دخل الدوله، هاي رزق رب العالمين السنه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، يعني ان شاء الله بلكي قصه رئيس الوزراء الجديد ان شاء الله، وزير الزراعه ان شاء الله بلكي الله سبحانه وتعالى رئيس الوزراء. والله ان شاء الله نريد من عنده ان يقلب صفحه لهذه للوضع العام، ان يطور، مو اهم شيء نطور الزراعة، صحيح. الصناعة، صحيح. البلد، قدرة المواطن، قدرة المنتج، قروض ميسرة للفلاح، لأبو المعمل، أبو المحل، بحيث توصله، مو مثلا بس نسمع سوالف بالتلفزيون وبالهاي والفلاح يريد يصرف على قاعدة وما يقدر يقدم شيء، يريد يصرف مثلا يجيب لك فد يشتري سلعة كيمياوي، سماد، غيره، يعني أي شيء مدى يقدر. الدواجن، نجي قطاع الدواجن، خلال هاي صار سنتين صعدت الأعلاف، صار جفاف بالأمطار، يعني الزراعة توقفت، صعدت الأعلاف من 400-500 ألف إلى 1.25 مليون سعر الطن، 1.25 مليون، 1.3 مليون. طبعاً رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من الحلقة. دكتور، بعد إن شاء الله أنه إتمام النجاح لمشروعك اللي حقيقة بفائدة كبيرة جدا، يعني ممكن بعد 20 سنة، بعد عمر طويل إن شاء الله، تقول قدمت فد خدمة للبلد، أنه تذكر هذا موضوع البطاقة الذكية. هل أنت متفائل بموضوع القطاع الزراعي؟ أغلب الخبراء الزراعيين حقيقة تشاؤم انه يتقلصت اراضينا وهيك حيصير مي ما عندنا، هل انت متفائل؟ يعني كمتخصص بالاقتصاد وكموظف في هذه المؤسسه وفي هذا القطاع، اكو شيء يكون ما يغيب عن اذهاننا، وهو انك في القطاع الزراعي تتعامل مع كائن حي. صحيح. شوف هسه بالثروه السمكيه مي، كائن بالنبات كائن حي. بالنسبه لغير قطاع الصناعه، انت مثلا معمل يصير به مشكله بماكينه تقدر تجيب مثلا بس مثلا نبات انت بالحقل وصار فيضان سيول مثال، او لا ما مطرت الدنيا، او ما حصلت حصه مائيه لا سامح الله فيروس. فبالنسبه لك الان انت، احنا بالنسبه انه بتعبير ادق، وهو انه اخطر
قطاع يعني نسبة المخاطر به هو القطاع الزراعي. نعم. نسبة المخاطر وين تنعكس أنت؟ تنعكس مثلا أكو متعلق خاص بيك. الآن أنا منسوب المياه والحصة المائية اللي هي من مختصات الموارد المائية، نعبر الموارد المائية أنه نحن أكو ارتباط مع دول جوار اللي المنبع، دول المنبع. نعم. بالنسبة لك منسوب المياه وكميات المياه الداخلة لك شو تحدد؟ تحدد خطتك الزراعية، تحدد استحقاقك، وبالتالي أنت على ضوء ما يوصل لك من مياه ترسم خططك فيما يتعلق بسياستك الإنتاجية اللي هي الخطة الزراعية اللي يتفضل به. إحنا بالبرنامج الحكومي الآن، في البرنامج الحكومي بالأولويات، واحدة من مسارات أولويات سيد رئيس الوزراء هو دعم الطبقات الهشة والفقيرة بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي. قطاع. فبالتالي بالنسبة لنا كوزارة الزراعة خلينا بأولوياتنا بالبرنامج الحكومي دعم المتفرغين الزراعيين. هذا اتجاه. اتجاه الآخر تفعيل صندوق الإقراض الميسر، هذا راح يكون حاضر بالموازنة. الأمر الآخر بالنسبة لك فيما يتعلق بالقطاع الزراعي بمسار الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، أنت الآن تحدثنا عن خطة زراعية شتوية وما يتعلق بالثروة الحيوانية. الآن من الآن صار خزين لأبو الدواجن لأبو الثروة الحيوانية أهم مادة على فيها اللي هي الذرة. الأمر الآخر بالنسبة لك متعلقات، وكنا دائما نؤكد أنه متى ما خصصت مبالغ كافية لدعم القطاع بالنسبة لك كلما أخرج لك القطاع نتاج جيد. كل التحية والشكر لك دكتور اياد البولان مدير مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارعين على كل هذه المعلومات وكل دعم اليوم الإعلامي من قناة الأيام الفضائية وبرنامج أرض السواد لحضرتكم ولولي وزارة الزراعة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. ربي شكرا حليك. شكرا لكم. طبعا أحب المشاهدين وأيضا دعوة للفلاحين العراقيين أنه التعاون يكون دائما مستمر بموضوع البطاقة الإلكترونية والبطاقة الذكية. اليوم خوفا على اليوم حقوقكم لازم أنه تراعوا الموضوع الحقوق وأيضا حقوق الحكومة، لأن إذا ما صار تعاون بين الحكومة وبين الفلاح العراقي ما راح تكون إنتاجية كبيرة جدا أو إنتاجية نفتخر بها بالمستقبل. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.